الو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ تمام يا اخوانا، والله مكتوبة ومغدرة والحمد لله على كل حال، وهذا ما اراد الله. والله ما يعني اردنا هكذا، ولكن تسطرت، وهذا ما أراد الله. لن نخطط لها، ولكن هذه إرادة الله. فيا أخواني أعفوا عني، أعفوا عني يا إخواني. كل من أراد مني دينا ولم أنجز أن أسدده له، يا إخواني، كل من أراد مني دينا أريده أن يعفي عني. والله هذا لن أخطط له، وهذه هي مشيئة الله. فيا إخواني أعفوا عني، ويا زوجتي ألزم الصبر، ويا زوجتي ألزم الصبر، ويا زوجتي ألزم الصبر، وابقي 10 على الوليدات، وهذه إرادة الله. عفيت عنك فاعف عني، عفوت عنك فاعف عني، عفوت عنك فاعف عني، ويا أبي أعف عني، ويا إخواتي أعفوا عني، ويا إخواتي أعفوا عني، ويا إخواني أعفوا عني، ويا أعمامي وعماتي أعفوا عني. واذكروني يذكركم الله، اذكروني يذكركم الله، وهذا ما أراد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله لا إله هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما، وهو العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا إله